مرحبا بكم في حلقة جديدة 11 حقيقة لم تكن تعرفها عن الببغاء. بعد الكلاب والقطط والسمك، تعتبر الطيور الرابعة أكثر الحيوانات الأليفة انتشارا في العالم. أهمها طير الببغاء بألوانه المبدعة وحركاته البهلوانية وشخصياته المختلفة ومحضرته الفريدة على تقليد الأصوات. حبيبي هلا هلا حبيبي. في أمريكا وحدها يوجد أكثر من 14 مليون ببغاء في الأسر، سواء في البيوت أو في حدائق الحيوانات. من صفات الببغاء المميزة العمر الطويل والذكاء والقدرة العالية على التفاعل اجتماعيا مع الآخرين، ناهيك عن حاجته الملحة للتسلية واللعب. وفيما يلي بعض الحقائق الغريبة التي لم تكن تعرفها عن الطير الثرثار. بعض الببغاوات تستخرج حاجتها من الكالسيوم، حيث كشف باحثون في جامعة يورك أن ذكاء الببغاء يوازي ذكاء الأطفال في سن الخامسة، وأن الببغاء الذكر يطحن بمنقاره بذور الثمار ليقدم للإناث خلاصة الكالسيوم الموجودة فيها قبل التزاوج. يأكل طير الببغاء تشكيلة واسعة من الأطعمة كالفواكه والبذور والمكسرات والحشرات وحتى اللحوم. ليست جميعها استوائية الجنسية. اكتشف العلماء حتى الآن 350 نوعا من طيور الببغاء، معظمها يعيش في المناخ الاستوائي سواء في أفريقيا أو أستراليا أو آسيا أو أمريكا الوسطى والجنوبية، لكن بعض تلك الأنواع تكسر القاعدة لتنحدر من نيوزيلندا أو جبال المكسيك. ثلث الببغاوات معرضة للانقراض بسبب القضاء على مواطنها أو صيدها بهدف البيع. يختار الببغاء الذكر شريكة مطابقة له، فيصعب التفريق بين الببغاء الذكر وشركته الأنثى في معظم الأنواع. يتذوق الببغاء من طرف منقاره الأعلى، رغم أنه يمتلك غدد التذوق في حلقه، إلا أن معظم الأنواع تستطيع التذوق بطرف منقارها. يعدل وزن بعض الطيور وزن القطة، بل أن أكبر طير مسجل يبلغ حجمه حول مترا من أعلى منقاره حتى آخر ريشة في ذيله، وقد يصل وزنه إلى 5 كيلوغرامات. يعيش الببغاء أحيانا أكثر من صاحبه، إذ يبلغ معدل عمر الببغاء نحو 50 عاما، علما أن أكثر ببغاء معمر يبلغ عمره 82 عاما في حديقة حيوانات بشيكاغو. يحتوي ريش الببغاء على مواد مضادة للالتهابات، وهي نوع من الدفاع الخاص عن النفس ضد الأمراض والالتهابات الناتجة عن البكتيريا، وهي المسؤولة عن تنوع ألوان وجمال وصيانة ريشه. تشتهر الببغاوات بحبها للتحدث والثرثرة. هلو هلو هلو. ببغاء الكف الأسود هو أصعب نوع للتناسل والتكاثر، إذ تموت صيصانه بمجرد بلوغها سنة واحدة. ويعزو العلماء السبب لحساسية ريشها لأشعة الضوء، وهي عائلة للإنقراض. شكرا لمتابعتكم الحلقة أعزائي المشاهدين، لا تنسوا أن تدعمونا بلايك إن أعجبتكم الحلقة، وأن تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد. دمتم سالمين.